طيب النهارده من ضمن الاخبار الاوروبيه يعني اللي الناس كلها بتتكلم فيها انه شالكه تعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وهتولى يعني مهام تدريب الفريق وانقاذه في الوقت الصعب اللي جاي. عن تفاصيل اوروبيه هنتكلم فيها اكيد النهارده من خلال فقرتنا مع محمد عماره وان تاتش، وعندنا النهارده تفاصيل لعلها تكون جديده، لو مش جديدة بقى لازمة الفقرة ايه؟ بالظبط والله. نلغيها احسن. ليش احسن؟ محمد. ازيك يا ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه الأخبار؟ كله زي الفل. كله تمام؟ كله مهم. هنتكلم عن ايه؟ عن يورجن كلوب وليفربول. يلا بينا. هنتكلم عن ايه بقى؟ بص يا سيدي، بعيدا عن التعادل اللي حصل النهاردة، ليفربول تعادل مع ويست بروميتش بس هو لسه متصدر الدوري. عايزين نقول ان يورجن كلوب ده هو عنوان للفقره، يعني اذكى مدرب موجود في الدوري الانجليزي ويمكن من اذكى المدربين الموجودين في العالم عموما. اشمعنى؟ هقول لك. ليفربول قبل الموسم ده او يورجن كلوب تحديدا كان عنده مشكله اساسيه، ان هو ازاي يغير شكل ليفربول. الشكل بتاع الفرقه اتحفظ بقى له 3 سنين، نفس التشكيله، نفس الطريقه، نفس الاسلوب، نفس حاجات كتير جدا. فبالتالي كان عايز لازم يغير، عنده لازم حته كده اللي هو ايه، خلاص انا داخل مرحله جديده، خلاص انا حامل اللقب فلازم اغير. وعمل ده بالصفقتين اللي جابهم، تياجو الكانتارا اللي لسه ما شفناهوش وده حل هنتكلم عليه بعدين، وديجو جوتا الجناح البرتغالي اللي جه. طب ايه المشكله الثانيه؟ هنرجع لجوتا ده تاني. بس ايه المشكله الثانيه اللي قابلته؟ الاصابات. الراجل بدا الموسم فجاه اصابه في الثانيه في الثالثه، والاساسيه بالنسبه له فان دايك، واحد من اهم وافضل المدافعين على مستوى العالم، هو العمود الفقري لليفربول، يعني 50 60% من قوه ليفربول ومن اسباب تحقيقه للبطولات يعني. فالراجل تعامل مع ده ازاي؟ كان محتاج ذكاء. عنده تحكي على ايه؟ لا ازاي؟ المساله عمال تقول لي ازاي؟ انا عمال اقول لك ازاي؟ ماشي. هو عنده عمل حلين. حل بره الملعب بالمانشيتات، واجه الاعلام، رمى الحمل كله على لامبارد اهو، قال لك لامبارد هو فريق تشيلسي هو المرشح الابرز للدوري الانجليزي الموسم ده، اقوى تشكيله وصرف اقوى صارفين 250 مليون جنيه استرليني، عندهم اقوى قوام، فهو المرشح الابرز. الاعلام راح رايح لتشيلسي، لامبارد بيركز معاه ومركز مع مورينيو توتنهام لان هو برده قلب التبعيه، كانوا ماشيين كويس وموسم حلو، فاداهم ايه الاتجاه ده. لقى الاتجاه برده تاني عايز يبعد عن لعيبه الضغط وعايز يشيل الضغط، مش عايز حد يركز مع ليفربول خالص. راح عامل ايه؟ راح مهاجم رابطه البريمير ليج، قال لهم انتوا ازاي بتحطونا نلعب اليوم الاربعاء، بص العصفوره، ازاي نلعب يوم الاربعاء الساعه 10 بالليل ونلعب يوم السبت الظهر، ده ما ينفعش، وانتوا كده بتخافوش على اللعيبه وانتوا بتحموش اللعيبه وانا عندي كده مشكله. حلو. ده الحل اللي كان بره الملعب، ان هو الراجل ذكي جدا في التعامل مع الاعلام وذكي جدا ان هو بيتعامل مع لعيبته، لعيبته مركزه في ارض الملعب وهو الراجل عنده شغل بره الملعب. كويس. طب ايه الحل اللي عمله جوه الملعب؟ هنشوف. يلا. فان دايك لازم نشوف الاول، هو فان دايك ويورجن كلوب كانوا بيلعبوا ازاي؟ دي الاصابات. هو ليفربول 18.7 هو اكتر فريق اتعرض لعيبته من اصابات، يعني بص بينه وبين التوب 6 كلهم، ارسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد هو الاكبر. هنيجي بس لفان دايك توتنهام، ودي عدد الاصابات طبعا، يعني بص قايمه طويله عريضه ما شاء الله، 8 9 لعيبه. اليسون وفان دايك وجوميز والكسندر ارنولد وفابينيو وتياجو الكنتارا وتشامبرلين وميلنر وساديو ماني واخيرا محمد صلاح بارقام كلها مختلفه ومتابعه. اتفضل يا فندم. فهنشوف الاول ازاي ليفربول مع فان دايك كان بيلعب. بص دايما بيلعب بالرباعي الدفاعي ودفاع متقدم، ليفربول بيضغط، دي طريقته، بيضغط ضغط متقدم غير طبيعي، هتلاقي والسر كله في هندرسون، هو ريك هندرسون اللي في النص ده رقم 14، جوردان هندرسون هو ده القلب النبض بتاع ليفربول والقلب النبض بتاع يورجن كلوب. ده المحور الرئيسي في تحول في فريق ليفربول. تقدر تعرف من الراجل ده الفريق بيهاجم ولا بيدافع، الفريق بيلعب من العمق ولا بيتقدم. بص دايما لو هنمشي باللقطات، هو دي كل ده ماتش ليدز الاول ماتش في الدوري خالص. بص الفريق الثلاثي خط الوسط بايع نفسه خالص. ليه؟ عارف ان في فان دايك ورا، راجل قائد للدفاع، شايف بص ماتش تشيلسي هو بيلعب مع تشيلسي في ارضه في ارض تشيلسي. بص الهجوم منين؟ ضاغطين من قدام خالص، ما عندهمش اي مشكله. كويس. فان دايك ورا. ايوه هتلاقي لو مشينا بالصور هتلاقي برده نفس الفكره، كله ضغط من ورا. بص هندرسون دايما، ركز مع هندرسون عشان هوري لك من غير فان دايك ايه اللي حصل. ماشي. بص هندرسون زايد رايح على طول، ما عندوش اي مشكله. خلاص بامن ان في راجل ورا اسمه فان دايك هو مامن الدفاع. حتى لما اتصاب جوميز وفابينيو رجع،
الحل اللي هو اللي عوض غياب فان دايك برضو ما عندوش مشكله. هنكمل في اللقطات. بص ده كل ده احنا بنتكلم على بص نفس الكلام ماتش ارسنال برضو هي نفس الفكره. الخط النصط كله بايع نفسه. بص بيضغطوا من قدام خالص. ادي صلاح وادي ماني. كل ده في وجود فان دايك. كل ده في وجود فان دايك. تمام. اللعب طب بدون فان دايك ايه اللي حصل؟ اول حل هو تعويض الاول فان دايك. مين اللي هعوض فان دايك؟ ودي القصه بتاعت كلوب يورجن كلوب. هي دي القصه بتاعته. ازاي اللعيبه بتاعته كلها عندها مرونه تكتيكيه. هو بيعشق اللعيب ده. عشان كده بيعشق جيمس ميلنر مثلا. يلعب باك شمال ويلعب باك يمين ويلعب نص ملعب ويلعب جناح يلعب كل حاجه. احمد فتحي في نفسه بالظبط. هو بيحب ده جدا. وهقول لك في جوتا هو ليه بيحبه. عشان كده بس بص بقى هندرسون هنا احنا بنتكلم في ماتش اتلانتا. لما ليفربول رايح يلعب اتلانتا خسران واحد من اقوى الفرق الاوروبيه الهجوميه في اوروبا كلها ورايح يلعب من غير فان دايك. بص بقى هندرسون دايما كان هو اول واحد بيقابل ورا الثلاثي الهجومي. دايما كان بيبيع نفسه. دلوقتي بقى دايما مأمن نفسه حافظ وبيعمل عمق شويه عشان يبقى مغطي. مشينا بالصوره اللي بعديها هتلاقي هندرسون دايما هو بص هندرسون هو اول واحد قريب للدفاع بتاعه راس المثلث لتحت للدفاع راس المثلث لتحت. المسافه بقت قريبه جدا بينه وبين المدافعين وده اللي عمله يورجن كلوب. ايوه بالظبط كده. خلى لو مشينا في الصور هتلاقي دايما بص ارجع بص هندرسون واقف فين. هو هنا هو بقى خلاص راجع ورا للثنائي القلب دفاع بتاعه بيأمن عليهم. بص بقى ده الشكل بتاع ليفربول. هو برضه كابتن الفرقه ده خلاص. وما بقيناش نضغط من بدري. لا بقى الثلاثي خط الوسط لا مش هنضغط من بدري قوي هنقلل شويه. هنمشي في الصوره اللي بعديها. عايز اوريك بص دي الحاله الدفاعيه. هي بقت 4-4-2. دايما بقى هتلاقي الشكل ده في كل الماتشات اللي بعد كده يورجن كلوب عمله الشكل الدفاعي 4-4-2. ده يدينا انطباع انه المدير الفني لازم يغير او احيانا مضطر انه يغير لانه الخامه اختلفت طبعا. وهو لازم يجد حلول. هو دلوقتي في نص الموسم عنده مشكله فان دايك اتصاب. طب هيعمل ايه؟ ما لازم يشوف حل. وده الحل اللي نفع. بص هنا صلاح وهنا جوتا هما الاثنين المهاجمين. ده نفس الكلام ده ماتش اياكس برضو. بص هتلاقي فابينيو اهو قدامه على طول هندرسون. هو هنا الكره اتقطعت وليفربول بيبني لعب بس دايما نفس الشكل. هتلاقي هندرسون هو راس المثلث قريب للدفاع بتاعه. هو برضو ده بالظبط كده. بس هل ده ما سببش مشاكل؟ ما هو الراجل فابينيو ده عمل شغل جامد جدا ان هو عوض فان دايك. بس ايه بقى الفكره؟ هتلاقي فيه يعني لو جبنا صوره لماتش ارسنال او ماتش توتنهام. بص هنا دايما التحرك بتاع اياكس ده ماتش اياكس. اياكس حلو. بص كل ده هنا لعيبه ليفربول ده الثلاثي الهجومي بس. ما بقاش ليفربول بيضغط من بدري. يعني ما كنتش تشوف المنظر ده كتير. كانوا بيضغطوا من عند على طول من عند الجون بتاع الخصم. هو دلوقتي بص حتى ماتش السيتي 4-4-2. بص هندرسون في قلب قدام الرباعي الدفاعي وادي صلاح وفيرمينيو اتنين مهاجمين وادى جوتا وادى ماني بقى 4-4-2 صريحه. دي فكره فان دايك. فكره التغلب على فان دايك بالظبط كده. عايز بس اقول لك في الحاله. طب خلينا نروح للحاله الهجوميه. ماشي. لجوتا تحديدا ايه الحل التاني؟ هو ده الحل الدفاعي. ماشي. اللي عمله علشان يغطي فكره عشان يغطي غياب فان دايك بفابينيو وهندرسون. ماشي. حلو. نيجي بقى لده. ده الثلاثي الهجومي بتاع ليفربول. ده جوتا بقى. احنا بنقول لك الحل التاني الهجومي. ماني وفيرمينيو وصلاح دي التشكيله الطبيعيه. لو رحنا للصوره بعد جوتا بقى عمل ايه؟ يلعب جناح شمال مكان ماني، يلعب جناح يمين مكان صلاح، يلعب مهاجم صريح مع ماني ومع صلاح. عمل خطه رابعه ان فيرمينيو يلعب مهاجم خط نص مهاجم على شماله جوتا وعلى يمينه ماني وصلاح مهاجم صريح. بقى عند يورجن كلوب اربع حلول باللاعب ده في الراجل ده. طب الراجل ده ايه فكرته؟ الراجل ده اول حاجه يورجن كلوب اختاره عشانها المرونه التكتيكيه. زي ما انت شايف كده بيلعب في كل حته في الملعب. ماني وصلاح وفيرمينيو الثلاثه اتحفظوا من انديه البريمير ليج خلاص. بقى لهم ثلاث سنين عارفين طرق لعبهم وعارفينهم وبتاع. فهتلاقي دايما الرقابه اللصيقه عليهم. وده كان السر في جوتا. هو لما راح مسك كل اللعيبه دي وهو ده الهرب. والراجل بقى بيهرب لوحده. بص هنا كورت جونز بيشاور لارنولد اديله في الفاضي. راح مدي الراجل الكوره في الحته الفاضيه خالص بيروح. راح جوتا جاب اول جون. طب كان يقول نفس الكلام. بص جوتا فين؟ هو المهاجم الرئيسي. هو بيلعب هنا بصلاح وجوتا وماني. وهو لوحده. دايما هتلاقي رقابه على صلاح وعلى ماني وجوتا هو بيتحرك لوحده. ادي جوميز بيلعب الكوره. بص ادي صلاح وادي ماني الاثنين في حضن المهاجمين في حضن المدافعين. والراجل بيتحرك لوحده. وهكذا. هوريك بقى في الصوره. بص هنا. بص جوتا دايما بص على جوتا هتلاقيه لوحده خالص خالي من الرقابه. ما عندوش اي رقابه خالص. طيب يبقى احنا بنتكلم على عظمه برضه عشان نسمع معانا في الصوره. عظمه ان بقى عندك مدير فني يا محمد عنده القدره على انه يقرا المشهد بدري. يعني التعاقد مع جوتا كان
له مزايا يعني، مش كل الناس شافتها، لان كل الناس كانت مستغربه مين جوتا، ليه جوتا، ما هو ما هي دي الفكره. انا بقول لك لعيب متحرك جدا، ما هو اللي خدم كمان يورجن كلوب وخدم على فكرته ان الراجل كمان هداف بيروح وش على الجون، ما عندوش بص دايما هو لوحده. ادي ماني معاه واحد، ماني فيرمينيو معاه واحد، صلاح معاه واحد، هو الراجل متحرك لوحده خالص، وده اللي عمله يورجن كلوب. بص في كل الصور اللي هنشوفها لو جرينا بيها هي نفس القصه. بص جوتا بيتحرك لوحده دايما، فيرمينيو هو اللي ممسوك، والراجل عنده حريه الحركه ان هو يروح ويعدي كمان، ولو شفته هيدخل منطقه الجزاء محدش هيعبره، والراجل ارنولد مش هيديله، هيبقى عايز يدي صلاح، الراجل هيروح وهيرجع برده لوحده مش ممسوك. بص لحد ما الراجل انتبه له، هو ابتدى يروح كانت الكره راحت لصلاح خلاص لوحده في المساحه. صحيح. طيب يبقى دي طرق اللي تغلب بيها يورجن كلوب على مشاكله. حلو. اخر نقطه بس، مينامينو. هو عمل نفس الدور. بص هنا في ماتش كريستال بالاس الاسبوع اللي فات ابتدى لاول مره مينامينو يخش في اللعبه وياخد مكان جوتا. خلاص هو بقى عنده، هو عشان دي يورجن كلوب جايب الراجل ده عشان كده، حريه الحركه في الثلاثي الهجومي. بص هنا كره مينامينو، ادي ماني هو هنا في الاوفسايد، هيطلب الكره ماني، لو مش هنا بالصور هتلاقيه بيطلب الكره بيقول له اديني الكره. حلو. بيقول لأنرود ادي ماني هو بيتحرك في المساحه الفاضيه. بص مينامينو واقف لوحده خالص، مش معاهوش حد، فيرمينيو ممسوك وماني ممسوك، وراجل داخل منطقه الجزاء بحريه حركه غير طبيعيه، بتجيله الكوره في منطقه الجزاء يا دوب بيعدل ويشوط. ادي الجون الاولاني. الجون الثاني بص مينامينو هنا واقف لوحده خالص، هتبصيله. بص يعني هم كلهم، هي دي فكرته. الكوره دي حلوه قوي في ايه؟ بص هنا فيرمينيو راجع عشان يعمل الهجمه المرتده. لو مشينا بالكوره فيرمينيو بيبدا الهجمه المرتده وبيروح يكمل بيها. فيرمينيو بقى مينامينو بعد الجون الاولاني ابتدت خلاص مدافعين كريستال بالاس، لا خلاص نركز مع الراجل ده. الراجل ده النهارده عليه شغل. فابتدى ايه ياخد من الرقابه شويه على ماني وعلى فيرمينيو. لو مشينا بالكوره هتلاقي بص فيرمينيو بيلعب هنا، ادي روبرتسون. بص مينامينو بقى ممسوك وماني وفيرمينيو لوحدهم مع بعض. فيرمينيو هيبقى هيقول لماني خش يمين شويه، خد اسحب الراجل معاك. لو مشينا بالكوره هتلاقي فيرمينيو ماشي لوحده خالص، جات له الكوره لوحده، الراجل بقى مركز مع ماني مش عارف يركز مع ده ولا ده، وراح لماني جات الكره. فيرمينيو عندها اسلحه هجوميه كتير جدا، هي دي الفكره، وهو ده ذكاء المدرب. يعني ازاي في وسط الموسم لما بيجي لك اصابات. بص هنا بقى، هنا جربها في اول مره في ماتش اياكس، كان هو كسبان 1-0 والدنيا كانت كويسه وكل حاجه. بقى شاكيري مينامينو راس حربه، جوتا باك جناح شمال. صحيح. هي دي فكره يورجن كلوب، ازاي انت مدرب ماسك فرقه كبيره وحامل اللقب، هو ممكن يخش عنده اصابات فان دايك وعنده كميه الاصابات دي، ممكن يقول لي عادي محدش هيبقى يطالبه باي حاجه. يعني بحقيقه الحقيقه لانه القراءه تحليليه فنيه، يعني فكره التحليل اللي له علاقه بالمدير الفني اللي عايز يشيل ضغط من على اللعيبه بتاعته، فيتعامل بتصريحات معينه، بص العصفوره الناس كلها تروح تبص العصفوره، يشيل الضغط من على لعيبته. التحليل ده برده مش كل الناس هتاخد بالها منه. فكره نقاط القوه والضعف اللي بيشتغل عليها كل مدير فني، يعني هو ما بيتعاملش مع حاجه صلبه، ما بتعملش مع حاجه ما فيهاش مرونه، كلها متغيرات، وبالتالي تديك انطباع برضو ليه ليفربول مر بفتره وبعدين بدا يفوق تاني ويسترجع نشاطاته وهو متصدر حاليا الدوري الانجليزي. يعني ما حدش حتى من المنافسين بتوعه استغل التعثر بتاعه. احمد بشكرك شكرا جزيلا وبحييك النهارده على الفقره النهارده متميزه جدا.